فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السبل في الحديث الصحيح الذي صور تفرق المسلمين وخروجا من الكثيرين منهم عن الخط المستقيم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا على الأرض مستقيما ثم خط حوله خطوطا قصيرة ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال عليه السلام وقد مر بأصبعه الشريفة على الخط المستقيم هذا صراط الله وأشار إلى الخطوط القصيرة التي على جانبي الطريق بقوله عليه الصلاة والسلام هذه طرق وعلى كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل إنما هو طريق الواحد وليس كما يقول بعض الصوفية أو على الأقل بعض المتصوفة قالوا أو زعموا إن الطرق الموصلة إلى الله عز وجل هي بعدد أنفاس الخلائق هذا كانوا يقولونه قديما أما اليوم فقد تعدلت الطرق إلى تعدد الجماعات والأحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون مع أن هؤلاء المسلمين اليوم جميعا يعلمون قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ويعلمون أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال هي الجماعة هذه هي الرواية المشهورة والصحيحة ورواية أخرى وهي مفسرة للأولى قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الثانية وهي رواية حسنة كما بينت ذلك في بعض كتبي فقوله عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي يحدد منهج الفرقة الواحدة والطائفة المنصورة الناجية وهي التي تأخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وهنا نكتة لا بد لي من ذكرها بمناسبة قوله عليه السلام وأصحابي لأنه من الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لو اقتصر على قوله ما أنا عليه لكان جوابه وافيا كافيا ولكنه لحكمة بالغة زاد على ذلك وعطف فقال وأصحابي والحكمة هي أن أصحاب النبي
صلى الله عليه وآله وسلم كانوا جميعا على هدى من ربهم، لأنهم تلقوا الوحي النازل على قلب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا كما أنزله الله عز وجل قبل أن يتسلط على مفاهيمه وعلى دلالاته العجمة أو الهوى الذي غان على قلوب بعض الذين جاءوا من بعد السلف الصالح من الآراء والأفكار المباينة والمخالفة لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكرهم وعطفهم على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم علم اليقين أن أصحابه سيكون له متبعين تمام الاتباع.